لو انت معكش فلوس عشان تحلق زي حالاتي كده، المفاجأة انك هتحلق وهتاخد فلوس ومش هتدفع فلوس. تخيل. ازاي؟ بس هقولك بعد ما احلق. بعيدا عن ان انا امور طبعا ومش محتاج اي حاجة، لا بس تسلم ايدك يا بابا، تسلم ايدك يا محمد والله. طبعا كلكم بقى مستنيين تعرفوا ازاي تحلق وتاخد فلوس. فالنهاردة الخبر ان انا والبوب ربنا كرمنا وفتحنا محل او صالون حلاقة، فعشان كده قررنا بدل ما ناخد فلوس لا احنا هنديكم فلوس. ازاي؟ اقول لكم بس بعد ما نفرجكم على المحل. حلاوة الموضوع بقى ان فيه هنا